السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله غادي نوجدو حلوى بمكونات بسيطة جدا، كتخرج لينا كمية كبيرة. بقاو معايا باش نشوفو المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوى هذه. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو نص كاس ديال سنيدة، بيضة، نص كاس ديال الزيت، ونصف كاس ديال النشا وفلون نكهة الفراولة، وغادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، وكذلك قبسة الملح، أو برتقالة قشور ديالها محكوكة. غنبداو على بركة الله. غادي نوضع صفار، غادي ندير عليه بيضة، غادي ندير نصف كاس ديال الزيت، وغادي ندير فلون ديال الفريز، غادي ناخد طرب يدوي ونخلط مزيان حتى نشوف السنيدة ما تبقاش نحس بها كاينه، ونرجع معاها صافي. بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف نصف كاس ديال النشا، وما تبقى غنجمعو الدقيق الابيض، كيبقى على حسب الخليط. غناخد معلقه صغيره، متكونش مملوءه بحال هكا، وغادي نبدا نجمع العجينه ديالي. نجمعها بيدي حسن، وغادي نبدا نضيف الدقيق ديالي حتى نحصل على عجينه تكون رطبه، ونرجع معاكم. صافي، بعد ما جمعت العجينه كي كتبان لكم راها رطبه، غادي نحاول ناخذ كويرات بحال هكا يكونوا صغار، وندورهم بحال هكا، وغادي ناخذ حكاكه نطبع بها على هذا الشكل. هذا كتجي بحال شكل الفريزه، ناخذ وحده اخرى يكونوا في نفس العبار، نبسطها شويه بحال هكا صافي، وناخذ الطابع ديالي منزلي ونطبع بحال هكا. نبقى غاده مستمره حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي. صافي، بعد ما كملتها غنكون مشعل الفران على درجه حراره 180، ما غاديش يحتاجوا بزاف الوقت، غير 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وغادي ندوزو نوجد معكم نفس العجينه نفس المقادير، غير هي غنبدل غير الفلون باش يجيني لون اخر. بقاو معايا. الشكل الثاني نفس المقادير، غنضيف الزيت نفس الطريقه، غنضيف بيضه كذلك سكر، غير هو الفلو اللي غادي نبدلو باش يجيني لون اخر ومذاق اخر. خلط مزيان ونرجع معاكم.
غادي نضيف النشا، معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه تكون مع مرش، والدقيق الابيض حسب الخليط تيجمع عندي. صافي غنبدا نجمع ونرجع معكم. صافي بعد ما جمعت عندي العجينه كتجي في هذا اللون نفس الديكور، غناخذ واحد شويه بحال هكا، نحاول نعبر على الحلوه الاولى، وغادي ناخذ فرشيط وغادي نطبع به بهذا الشكل هذا. نحاول ناخذ نفس العبار. صافي وغادي نطبعها بهذا الشكل هكا، نكمل العجينة ديالتي كاملة ونرجع معاها. ما كملتو غندخلهم الفران، تهما نفس درجة الحرارة ديال الفران اللي غتكون طيبت فيها الحلوة الأولى، غتدخل 10 دقائق 15 دقيقة وغتخرجها. بالنسبة للشكل الثالث والأخير كذلك نفس المقادير ونفس الطريقة. غير الفلون اللي غادي ناخذو، فلون ديال الشوكولات ديال عفوا ديال الكراميل، باش نغيرو اللون وكذلك النكهة. صافي نخلطو مزيان، نضيف النشا ونضيف كذلك معلقة حلوة، صافي ونبدا نجمع العجينة ديالتي بنفس الطريقة اللي جمعت بها العجينة الأولى والثانية. دقيق، منين نجمعها نتلاقى باش نوريكم كيفاش غادي نزوقها. صافي جمعت العجينه ديالي، غنشكل كويرات غنبدل الديكور، وغادي ناخذ عصاره ديال الليمون وغادي نطبع بها على الشكل هذا نفس الطريقه. هذا المنظر هذا تنكمل العجينه كامله ونرجع. دابا مني كملتها غادي ندخلها حتى هي الفرن، راه باقي سخون 10 دقائق حتى 15 دقيقه كطيب فيه ساعه، وغادي نرجعو باش نزينوه. صافي بعد ما وجد عندنا لي بيسكوي ديالي خرجت ليا هاد الكميه هذه، غير 3 البيضات يعني كميه معقوله. للتزيين غنحتاج العسل وغنحتاج فيرميسيل ديال الشوكولا على الالوان اللي بغينا. اول حاجه غناخد معلقه وغنحاول ندهن غير شويه ديال العسل، ما نخشيش الحلوه في العسل باش ما تهش ليا العسل بزاف، غير بهالطريقه هذه في الغوز غادي نفندها
اللون ديالها كذلك. هذه غندير لها اصفر كما قلت لكم، نحاول العسل ما نكثرش منه. اذا كانت عندكم شي شيته صغيره من الاحسن. بهذا الشكل هذا ناخذ الشكل الثالث، نضعف العسل قليل من العسل غير الوسط بحال هكا، نديرها بهذا المنظر هذا. نفس الطريقة حتى نكمل كاع البيسكوي اللي عندي. نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي وجدت معكم اليوم. كتجيب هذا المنظر وكتجيب كميه كثيره. نتمنى هذا الفيديو اللي قدمت معكم اليوم يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم مع وصفه جديده. بالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.